دعوات ليا وده فيديو تحفيز ليا يمكن كمان سنه لما اشوفه يكون حالي افضل. اهو ايوه بلالي النخلة دي اللي انتوا شايفينها ليها يمكن حوالي سنتين كل سنة بنزلها وبنزل هنا وبتصور معاها. حتى بصوا الطحالب معرفش تبقى ظاهرة عندكم الفيديو ولا لا. احنا قاعد على البحر زي ما انتوا شايفين قاعد على زي كرسي او نخلة نخلة اهي ده المكان اللي انا قاعد عليه. شايفين النخل ورايا والبحر. الفيديو ده مش جاي اتكلم على البحر وبس، جاي فيديو تحفيزي لنفسي. طبعا انتوا عارفين مهنة التدريس دي يعني بالنسبة لي انا مش ماشية معايا كويس، دي ارزاق طبعا بتاعت ربنا. في ناس التدريس ماشي معاها كويس وتجيب دخل كويس يعني تبقى زي نقول مدرسين السنه في مصر في كل حته، تلاقي مدرسه طبعا من سنه يعني القاهره والجيزه تلاقي مدرس وقدامه مئات الطلبه. في العريس بعض الناس زي كده يعني ده رزق ربنا كاتم مسيره لبعض الناس، بعض الناس مش ماشيه معاهم الدنيا. ويمكن انا ما بسعاش في حته الدروس دي قوي ما بحبهاش قوي، بس اهو واحد لازم يزود دخله بيها. فانا فكرت لي فتره ان انا اشتغل في مجال جديد، مجال لسه مستحدث وهو مجال تحليل البيانات او الداتا ساينس او الداتا ساينس او الداتا اناليسيس. الفيديو ده تحفيز ليا يعني انا دلوقتي شهر 9، انا بدات يمكن حوالي شهر خدت من الاحتفاظ الرقميه للمستوى الاولاني، المستوى اللي اكسل ما خدش معايا بالظبط 5 ايام، المفترض اخدت 7 اسابيع، انا اخدت 5 ايام الحمد لله. بدات مرحله ان انا اتخبط شويه ان انا اتعلم منين، شفت الخطوات بس طلعت قديمه شويه ما اتكلمتش معايا، مش قادر اتعلم حاجه مفيده. تمام دلوقتي بدات اتوقع اتكامل ولاول مره يمكن استثمر نفسي وعاود اخد حساب مدفوع او ادفع كورس او ادفع حاجه الحاجات دي ممكن اتعلم منها حاجه على امل ان انا اشتغل في المجال ده. هل ربنا هيوفقني او ربنا مش هيوفقني؟ دي ارزاق بتاعت ربنا برضه وانا بحاول وبسعى. يمكن الغرض من الموضوع ده حاجتين، يعني تحسين مستوى الدخل داخل مصر. طبعا المستويات بتاعتها بالنسبه لي انا ليا يمكن حوالي 10 سنين في التدريس، الراتب اللي هبدا فيه في المهنه دي اعتقد هيكون اعلى من الراتب اللي انا لي 10 سنين باخده للتدريس. يعني ان وضع المعلم في مصر مش احسن حاجه، يعني من حاجات سيئه جدا. فانا دلوقتي كنت اتجه للمجال ده، المجال الجديد فاكيد الوقت بتاعكم الى حد ما كويسه وعاليه. الحاجه الثانيه ان المجال ده مطلوب كهجره بره مصر بصوره كبيره جدا. كان ليا كذا سنه بسعى في الهجره لامريكا، ويمكن اللي متابع للقناه بتاعتي عارف ان انا عامل فيديوهات للهجره لامريكا. قدمت الهجره لامريكا يمكن كتير يعني مش مره ولا كتير، يمكن قدمت لغايه دلوقتي 4 مرات ويمكن المره دي الخامسه ومش عارف حتى اقدم ولا لا. بسبب ان الهجره العشوائيه نسبه الفوز فيها قليله جدا، يعني ما بين كل 1000 بياخد 3 بس. وبياخدوا 5000 في مصر، فالناس بتكون قليلة جدا مقارنة بالناس اللي بتقدم والناس اللي بتقدم كتير جدا. فأنا يعني زي ما بيقولوا زهقت شوية، حتى لو فزت في المجال ده لغاية ما بتعلم أنا حاطط لنفسي خطة حوالي 6 شهور لسنة. الحمد لله اتعلمت جزء كبير من البايثون، أو اتعلمت جزء من البايثون لسه ما وصلتش لمرحلة التطبيق. بس احاول وعافر، انا عارف ان جاي عليا فتره الدراسه فتره صعبه شويه عشان الشباب متفرغ زي فتره الصيف، بس احاول وهسعى يمكن ربنا ييسر لي الحال. فادعوا لي بالتوفيق والنجاح. اللي حابب اقوله ان انا برضه احاول ان انا اعمل فيديوهات للصف الاول الثانوي الثالث ثانوي فيديوهات تعليميه،
وكان شايف المحتوى نفسه مش حاسس ان هو احسن حاجة برضو، مشاهدات قليلة جدا يعني، في فيديوهات عندي ما كملتش 300 مشاهدة، ده خلاف بقى من اللايكات قليلة وخلاف المشاهدات قليلة، فبتعب قوي عشان اعمل فيديو واحد في الاخر الاقي مفيش مشاهدات، مشاهدات القناة عموما قليلة. فربنا يسر الحال، دعوات ليا وده فيديو تحفيزي ليا، يمكن كمان سنة لما اشوفه يكون حالي افضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سنة كاملة. وعجبك الفيديو وشايف المحتوى كويس، يا ريت تعمل لايك وتشترك.